السلام على شهداء الوطن، السلام على شهدائنا الأبرار، السلام على شهداء الحرية، السلام على شهداء المقاومة الإسلامية الحسينية، ومنهم شهيدنا الغالي الشهيد مصطفى يوسف عبد علي الذي نزور بيته هذه الليلة. هؤلاء الشهداء الذين كنا نتمنى أن نتشرف بتغسيلهم وتكفينهم، لكننا حرمنا هذا. هؤلاء الشهداء كنا نتمنى أن نتشرف بتشييعهم، لكننا أيضا منعنا وحرمنا هذا التشييع. وكذلك كنا نتمنى أن نتشرف بدفنهم في منطقتهم وقريتهم وسط أهلهم. رغم كل هذا الألم، إلا أننا نقول لهم هنيئا لكم، نيلكم وسام الشهادة، هذا الوسام العظيم، وهنيئا لأهلكم، لأمكم حصولها على وسام أم الشهيد، وإخوانك حصولهم على وسام إخوان الشهيد. أجره عند الله إن شاء الله الجنة، وأجر أهله إن شاء الله على هذا الصبر يكون شافعا لهم يوم القيامة. نسأل الله أن يرحم شهيدنا الغالي، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان،